سكمال تحياتي. اهلا وسهلا. شو احوالك سكمال؟ سكمال بيتر هيك ما؟ اي نعم اي نعم سيدي اي نعم. عندك جديد سكمال؟ ديما عندنا جديد ديما مي وفاش. كيفاش؟ ديما جديد. كيفاش ترى؟ فهمني شنو كيفاش؟ منين تحب نبدا لك؟ شنو عندنا جديد في حكاية الثروات الطبيعية؟ شنو عندنا جديد في الثروات الطبيعية؟ الثروات هانو قاعدين يهزوا وين تحب ثروات وين مثلا؟ احنا في جربة. في جربة حتى من الكباب الأسود هزوه. منين ترى؟ اه؟ منين هزوه؟ من تيوجه من هنا من قلبه. كيفاش؟ شنو هزوه؟ يا أخي أنت ورقد. نورنا سي كمال نورنا. اه؟ نورنا نورنا. شنو نورك؟ أنت ورقد. أخي أنا مش تونسي أنت. ما تفيقش فماش ما فماش. أنا نحل التلفزة ما نلقى شيء في التلفزة. أنت مو تتفرج في الكوميك عاملين ليك المسلسلات نتاع حريم السلطان عاملين ليك. اه؟ في مكتوب زاد. أي حد عاملين ليك المكتوب وعاملين ليك الواحد باش تتلهى. أنت عاطين ليك شوية ساعة ساعة كورة وساعة ساعة واحد. نورنا ترى نورنا نورنا. شنو نور؟ كيفاش شنو فما في قلال؟ هو الذئب تهز من هنا من قلال من تيواجهنا من ثلاث شركة البوشماوي هكا هيك البوشماوي واش يقولوا له؟ شركة الهاش بياس. الهاش بياس قداش من عام؟ خرابة يا ودي هي التاريخ قديم شوية هو راه التاريخ قديم شوية هي حكت عندها جي حكت 17 سنة ينهبوا في الذئب الأسود. أوه شو ينهبوا؟ شو ينهبوا؟ الله موقعش حتى في التاريخ حتى في عهد فرعون ما صارش. وانتو تهزوا في نصيب ولا ايش مع الاهالي قلالة يعطوكم في يعطيكم في نصيبكم يعطيكم في حقكم ولا؟ نحن حرم علينا حتى كثنين ما نتعدوش من غادي ايش؟ تتعدى من غادي تسمع علاش؟ شو علاش؟ شنو علاش؟ درا حتى نقولوا علاش؟ اللي فاهم يفهم وين مسدك يا خويا شنو ندير لك؟ انا صابر لك ما هاو قال لك ما عندناش ثروات تبعية. لا ما عندهمش. قول علاش ما عندهمش؟ إعلام. ها؟ إعلام. الإعلام؟ الإعلام العادي. ها؟ الإعلام العادي. والله لا يحشم ليش. أنت مستعد تهزنا البلاصة هذه وتورينا التصاور؟ مستعد ونص. والتصاور موجود هات تجيك تصاور. ومن بعد في آخر في آخر فيديو من موجود التصاور موجود العينة موجود العالم الكل. الذهب الأسود من شركة بوشماوي الهاش بياس. الهاش بياس هذيك وش يقولوا لها فهمني في قلالة لمدة 17 سنة. ايه 17 عام وأنا برسك من عام ايه في التسعينات. واضح التسعينات ماني عمك كبير عاد من شدة التاريخ فهمني ولا انت حاجتك بحقك في كمال وقت. حقي ونص. علاش حقي في كل شيء تونسي أنا عندي. علاش انا نملك جنسيه تونسيه حتى كالعجله نتاع الاداره نتاع الكره نتاع الاداره نتاع الدوله عندي فيها الحق. واضح. شنو هو مطالبك انت سي كمال؟ مطالبي بين حقي وحق الشعب التونسي. هاو نكمل كمل. فما وقفه احتجاجيه في بالك يا سي كمال؟ هي نهار 8 الصباح تاع القصبه. واحنا بحالها واحنا سالكين وحالها. نهار السبت ان شاء الله. ها كلمه للعباد اللي تشوف الفيديو نتاعك. نهار السبت الاحتجاج وين؟ قدام القصبه 8 نتاع الصباح من كل الجهات من كل الشارات. واي تونسي نغار على البلاد هذه ونغار على حقه حتى الكل يبدا في كندا ياخذ الطياره ويجي. ها نكلمك. شنو هما الشعارات؟ الشعارات وين البترول وين؟ وين البترول وين؟ وين حق الشعب التونسي وين؟ يا عصابة السراق. يا عصابة السراق. أوعدنا؟ نهار 8 نتاع الصباح. القصبة. باه؟ نعم. وفتوا برشا إعلاميين كيما مايا القصوري كيما لطفي العماري، كلهم يقولوا اللي ما فماش بترول وكلهم. وجوه المصيبة. وجوه راهو مصيبة، الله غالب. الشيطان شوف شوف المية القصوري هذه تخدم عندها هي مو عندها بلون معين تخدم عليه. البلون هذاك صاي فاق بيك مول الزرع صاي ما عادش يمشي سيفيني. شوف في حاجة أخرى خير الشعب فاق بيك سيفيني لطفي العماري
بوق لطفي العماري بوق. في الختام شنو تحب تقول للشعب التونسي؟ نهار السبت 8 نتاع الصباح واللي عنده نغرة على الدرب وهذا الأحمر وعلى تونس وغيره على تونس السلمية، الاحتجاج السلمية، أنا ضد العنف وضد المشاكل وضد الترهيب وضد كذا وضد كذا. التنشون واضح سي كمال كيما تفهمنا باش نعديكم ان شاء الله التصاور نتاع الشركه. التصاور هذا باش نعديها في قلاله في اخر الفيديو ان شاء الله باش نعديها لكم. يتعدوا التصاور بالبريم بالصوت والصوره ان شاء الله فيديوهات، ومازال المؤسسه ان شاء الله مازال برشا فيديوهات، مازال برشا حقائق، مازال تخرج برشا حقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.